ايضا بنفس الاطار مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا ان نرحب بالمحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور منذر الحوارات. دكتور منذر مساء الخير. مساء النور استاذ ينال، اهلا وسهلا بك. تحياتي دكتور، يعني انت تجول في تحليل العديد من القضايا على مستوى المنطقه والاقليم، ولكن اعتقد انه قضيه المعلمين واضح انها تستمر بتعقيد شبيه بتعقيد بعض القضايا الاقليميه، لغايه الان لا حلول، لغايه الان يعني كما اعلنت النقابه بان الاضراب مستمر والحكومه حاولت ان تضع الكره الناريه هذه المره في حضن القضاء، كيف تقرا تطورات المشهد دكتور؟ حقيقة دفعت الحكومة الأمور باتجاهات شديدة القدورة. هي في البداية منعت المعلمين من التعبير عن رأيهم في الاعتصام وأغلقت دونهم الطرق، ومن ثم فاوضتهم بشكل غير جدي على مدى أسابيع، والآن هي تستعين بحكم قضائي. مجموعة من ذوي التلاميذ قاموا برفع قضية أمام محكمة المحكمة، وبالتالي حصلوا على حكم. للأسف الشديد لم تقرأ الحكومة اجتماعيا ماذا يعني أن يتم التوحد بين المجتمع وما بين المعلمين في قضية الإضراب. كم من مرة دعت الحكومة أن يتوقف الناس عن عدم إرسال أولادهم إلى المدارس، ولكنهم لم يصغوا لها. هذا كان مؤشرا إلى أن المجتمع يقف إلى جانب المعلم، لكن للأسف الشديد أوصلت الحكومة الآن الأمور إلى حد حرج جدا. المآلات التي سوف تحصل أو تحدث في المستقبل باعتقادي أنها خطيرة. لم تتحدث ولم تقرأ الحكومة حتى الآن ماذا سينتج عن هذا القهر، سواء بقوة القمع التي مارستها الحكومة في البداية، والآن بقوة القانون. أنا باعتقادي هنالك خطأ كبير يرتكب الآن بحق الأردن ككل، لأنه كان من الأجدى أن يحاور المعلمون، وكان من الأجدى أن تناقش مطالبهم وفق الإمكانيات المتاحة، لكن للأسف الشديد لوحظ أن الإهمال الشديد من قبل الحكومة والتمترس والوقوف وراء رأي واحد باعتقادي كان جر الأمور إلى مربع سيء جدا. نعم. طب هنا دكتور، يعني الحكومة تقول بمعلومات بأنه ظروف الخزينة لا تسمح بإعطاء علاوة، وبالتالي نحن غير قادرين على أن نحقق مطلب المعلمين. ويقال تلقائيا، يمكن الحكومة لم تتفوه بها بشكل مباشر، ولكن تلقائيا بأنه إذا أعطيناكم العلاوة سيخرج غدا ليطالبنا الأطباء ثم المهندسين ثم الصيادلة ثم كل موظفين القطاع العام، ما السبيل؟ هذه الرواية بنسمعها من الحكومة، أنا حاب أسمع وجهة نظرك، ما تعليقك على ذلك؟ هذا بالضبط ما يدلل على فشل الحكومة في أن ترفع مستويات الدخل للمجتمع ككل. نعم. المعلمين جزء من المجتمع، حينما تتخوف وتتحوط الدولة والحكومة، يعني أقول هنا، من أن يطالبها بقية النقابات، هذا يساوي قناعة أكيدة لأنها تمارس ظلما في العدالة بين حقوق العاملين فيها. كل هؤلاء الناس سوف يخرجوا ويطالبوا، وهذا من حقهم، ليس ظلما أن يطالبوا، لأنهم حينما ترفع علي المجتمع الضرائب، وحينما يرتفع التضخم، وحينما تقل قيمة العملة بشكل حقيقي مطلق، باعتقادي كيف سوف يعيش هؤلاء الناس؟ كيف سوف يروا أولادهم وهم يذهبون إلى حدود الفقر المدقع ولا يطالبون؟ حينما تستطيع الحكومة أن تحقق على الأقل مستوى الكرامة للعاملين في الدولة، اعتقادي حينها لن تخشى أبدا من الحديث أنه سوف يطالبها النقابة الفلانية والنقابة الفلانية والنقابة الفلانية. ليس لدى الحكومة ضير من أن تنفق بكل الاتجاهات، ولكن حينما يأتي الحديث عن الإنفاق الجاهز تجاه الأمور التي يحتاجها المجتمع، هذه الأمور وهي التعليم والصحة والخدمات العامة، الحكومة لا تذهب للإنفاق عليها حقيقة. الحكومة تذهب باتجاه إنفاق لا قيمة له وليس منعكسا حقيقة في مستوى النمو ولا حتى التنمية. نعم. إذن عن ماذا تتحدث؟ ما هو مشروع النهضة لدى الحكومة؟ إذا كان المشروع النهضة في أي دولة سوف يبتدئ بالتعليم، فإن أساس التعليم هو المعلم.
حينما يكون المعلم رازحا تحت الفقر باعتقادي أنه إن إمكانيته على إعطاء وتدريس المجتمع مفاهيم المستقبل سوف تكون ضعيفة. البدء في تطوير المجتمع يبدأ من التعليم، البدء بتطوير التعليم يبدأ بإعطاء المعلم حقه وجعله ذا مقدرة أن يعيش كريما حرا، وإلا فإن كل تلك الإجراءات سوف تعتبر شكلية وبلا قيمة. الحديث الحكومي ممجوج لا قيمة له، بعيد عن الحقائق التي تبني دول، قريب من المتاهات العاطفية والتي تستخدم اللغة في غير مكانها. جميل جدا. دكتور، سؤال الأخير، واضح أنه الآن الأمور أكثر تصعيدا، واضح أنه يقول بعض القانونيين أنه إذا النقابة لم تلتزم ب يعني القرار، ربما يكون هناك قطوة إضافية وسريعة نحو حل مجلس النقابة، وربما يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد. كيف تقرأ مشهد الأيام القادمة والحل الأمثل للوطن؟ الحكومة بهذه الإجراءات هي ذاهبة للتصعيد. نعم. إذا لم يلتزم مجلس النقابة بقرار المحكمة سوف تذهب المحكمة لحل مجلس النقابة، وبالتالي سوف تضع الحكومة في مواجهة نقابات عديدة. الآن هي تحاور رأس واحد. نعم. تحاور مجلس واحد، تحاور فئة معينة التي تمثل جميع المعلمين ويرتضيها المعلمين ويقولوا نستمع لكلامنا. في المستقبل حينما يحل مجلس النقابة سوف لن تجد الدولة أو الحكومة من تحاورهم، وبالتالي تذهب بالأمور إلى التصعيد. أقول لك هذه الحكومة تحاول أن تتصرف كأنها تحاور دولة أخرى. هؤلاء الناس هم أبناء الدولة الأردنية، هم متمسكين بالحكم الأردني، هم ليسوا تبعا لحزب معين، هم ليسوا تبعا لتيار معين، هم أبناء المجتمع الأردني. جميل. هم فقراء المجتمع. جميل. الأردني. لماذا يبقى المعلم يشتري لأولاده من البالة؟ لماذا؟ هذا هو السؤال. لماذا يذهب كل فئات المجتمع وتستطيع أن تعيش على الأقل بمستوى مقبول والمعلم يرزح تحت أشد أنواع خطوط الفقر؟ لماذا؟ أي عدل هذا يمكن الحديث عنه ونحن نتحدث عن دولة النهضة ودولة التقدم؟ نحن سوف نتراجع إلى الخلف كثيرا. جميل، بدي أشكرك دائما على هذا الكلام الوطني ودمج التحليل السياسي والبعد الاستراتيجي مع أيضا ضمير ووجع وألم الناس في الشارع. هذا ما تمتاز به دكتور، شكرا جزيلا لك. الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي دكتور منذر الحوارات، شكرا جزيلا لك. احنا سألنا الناس بالمناسبة عموم الناس